معنا من لندن مؤسس منصة السودان للمعرفة ورئيس تحرير مجلة السودان العالمية علم النور عثمان أحمد. أهلا وسهلا بك. دعني أبدأ معك من يعني إمكانية نجاح هذه الهدنة اليوم بعد ما شاهدناه بالأمس من ساعات كثرت فيها الاشتباكات، وهل فعليا يمكن أن نكون أمام مشهد مغاير ربما هذه المرة؟ شكرا جزيلا، تحية لك ولمشاهدينا الغناء. والله الحقيقة يعني للأسف كل هذه الهدنات لم تأتي بفائدة، وما أتوقع أنه هذه الهدنة تكون مختلفة عن سابقاتها، لأنه أنا برجع دائما بكرر أنه في انعدام للصيغة كامل ما بين الفريق البرهان والفريق حميتي وبين الجيش والدعم السريع، في يعني ما في صيغة، هم الآن أعداء لبعض. يعني بنتكلم عن ناس مش يعني مختلفين فكريا أو في قضية معينة، الاثنين أعداء لبعض. الحاجة الثانية المهمة جدا، الشعب السوداني بالذات في الخرطوم كله ترك الخرطوم. يعني احنا كل يوم متابعين الآن كل التجمعات السودانيين في بريطانيا وفي خارج السودان كلها شغالة بتساعد في السودانيين اللي هم تركوا البلد، بالذات مصر، كثيرين جدا راحوا لمصر. وحتى المنظمات الكبيرة زي مثلا أمس كنت بتكلم مع أحد مدراء المنظمة العربية للتنمية الزراعية اللي هي مغرة الخرطوم، تركت شغالة الآن من القاهرة، مثلا الأمم المتحدة شغالين من القاهرة. فالهدنة في الخرطوم أصبحت أنا بعتبرها لا تعني الكثير للمواطن السوداني، لكن هل هي حتستمر؟ ما بتوقع لها نجاح كبير، لكن قد يكون في تاكتيك أشياء إحنا ما نعرفها. لكن حقيقة أي مواطن نتواصل معهم كلهم تركوا البلد الآن، يعني نفس طيب. البلد بقت تخرب عادين يعني. ما هنا هذا واضح وهذا مفهوم أستاذ أحمد، ولكن يعني اليوم أصلا التركيز على نقاط هذه الهدن حتى عندما تتكرر هو موضوع إنساني بحت، ممرات إنسانية، مساعدات لمن لا يزالون داخل هذه المدن. ولكن السؤال، انعدام الثقة، كيف يمكن أن يكون هناك أي نوع من الخرق في هذه النقطة التي هي جوهرية وأساسية منذ يوم الأول؟ والله ممكن تخرق هذه النقطة إذا أتى، أنا بشجع بشدة وبغير دائما وقلت الكلام، لأنه يأتوا سودانيين مواطني أو من المجتمع المدني أو السياسيين، لكن أهم شيء يكونوا ناس يختاروهم بعناية، يكونوا صادقين مع الشعب السوداني، ما عندهم خلفيات قبل كده تشيبهم في يعني في نزاهتهم وفي في همهم على البلد، ويكون لهم يعني احترام من الجهتين. ديل ممكن يعملوا تأثير، لأنه الأمر يهم السودان والمتضرر هو السوداني. لكن الأحزاب السياسية والقطاعات المدنية عموما بقى ما عندها قبول من الشارع السوداني. فلو أتى سودانيون ارتضاهم الاثنين وعندهم سمعة كويسة وعندهم تاريخ مشرف وطني تماما غيور لمصلحة السودان، ويضاف عليهم بعض من السودانيين خارج السودان، كثيرين عندنا سودانيين يقودوا في كل العالم، ممكن يحصل هدنة بين الاثنين. لأنه مثلا واحد ولا اثنين من مستشاري غايد الدعم السريع حسب ما بنشوف في القنوات موجودين في لندن، ليه الناس ما تتحاور معه في لندن وتحاول تخليه يعمل تغيير في السودان وهكذا؟ فأنا بتوقع ده الحل الوحيد. طب هل هذا الحل سيكون مرتبط بكل ما تم الاتفاق عليه من الجانبان قبل هذه الاشتباكات؟ يعني كل الاتفاقيات التي كانت يعني يرجى لها أن تترجم في فترة انتقالية تنقل الحكم من العسكريين إلى المدنيين؟ لا، ما 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 أقدر أقول الكلام ده، لأنه في إشكاليتين كبيرات جدا. الإشكالية الأولى، ما زال معظم السودانيين بمختلف توجهاتهم السياسية وحتى ما عندهم توجهات سياسية، بالنسبة لهم هذه المعركة الدعم السريع هو الذي قام بهذه المعركة، والجيش يدافع عن السودان برغم خلافات السودانيين حول أن الجيش فيه عدد كبير من النظام السابق وغيره وغيره. فدي في معظم السودانيين بيقولوا أن الجيش هو الذي يحمي السودان وهو يدافع عن السودان. واحد. الحاجة الثانية وخطيرة جدا، كل ما شاهدناه وتابعناه، وعندنا أمس صديقنا توفى في المعبر ماشي على مصر، كل القصص اللي بنتابعها الاتهامات موجهة للدعم السريع إنه هو اللي يختصب وهو الذي يقتل وهو الذي يحتل المستشفيات وهو وهو. ما في لحد الآن ولا اتهام واحد إنه الجيش عمل أو اختصب أو قتل. فالإشكالية بقت إنه عندنا صايد بدافع عن البلد، وعندنا صايد متهم بكل الجرائم. يعني حتى لو أنا بشاهد القنوات دي كلها وبتصل وداخل في جروبات ضخمة،
ما في حد ذكر غير الدعم السريع. طيب شالوا عربيتي، الحلول اليوم قتلوا أولادي كده يعني. نعم، الحلول اليوم إذا ما تحدثنا على المستقبل القريب، يعني قبل أن نكون أمام ربما صورة يرجوها جميع السودانيون كما رسمتها في إجابتك، ولكن الآن عمليا ويعني منطقيا بكل ما تبعناه خلال هذا الشهر، كيف وأين هو السبيل للحل وهدنة دائمة إنسانية وحتى ربما تؤدي إلى بدايات حل؟ واحدة من الأشياء اللي أنا بشوف ممكن تأثر وتجيب نتيجة سريعة، يعني أوريدي عندنا اتفاق جدة مثلا كان السعودية دخلت فيه، ومصر حريصة على السودان، أثيوبيا حريصة على السودان، الأمارات، دول كثيرة، الكويت رسلت دعم كبير جدا، بريطانيا، أمريكا، يغيروا شوية في طريقتهم مع التفاهم مع الاثنين دول. يعني الأمم المتحدة تغير، يعني ما ممكن الأمم المتحدة بس قاعدة تهدد وأمريكا تهدد في السودان بحظر وظروف، يعني يتغير الأسلوب، لأنه هذه الدول عندها مصلحة في السودان وهي حريصة على السودان. وما ننسى إنه في أعداد كبيرة جدا من السودانيين يعيشوا في السعودية وفي الأمارات وفي مصر وغيره، يعني الدول دي تعرف تماما قيمة واحترام وتقدير هؤلاء السودانيين، وممكن يكون دوره يتغير بطريقة أكثر، لأنهم عملوا مساعدات كثيرة، لكن نحن ما زلنا نأمل إنه يكون هذه الدول لها الحل في إنها تضغط على الاثنين ونصل لكوريدور آمن عشان نقدر نلحق الشعب السوداني. وأنا عندي ثقة كبيرة إنه لو الدول دي حاولت بطرق أخرى غتضع الاثنين في طريق يعني واضح ويضغطوا عليهم أكثر، يعني لازم يحصل الكلام ده. شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا من لندن، مؤسس منصة السودان للمعرفة ورئيس تحرير مجلة السودان العالمية عالم نور عثمان أحمد، شكرا جزيلا لك.